مشاهدين، اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن تطبيع مكانة إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيدا للغاية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وقال بن فرحان في حديث متلفز الخميس تعليقا على تصريحات نتنياهو التي تعهد فيها بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب ومكة المكرمة، في إشارة محتملة إلى اتفاق تطبيع وشيك بين الطرفين، قال إن هذا الموضوع يعتمد بحد كبير على التقدم في عملية السلام. وأكد وزير الخارجية السعودي أنه إذا استطعنا إيجاد طريق نحو سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فأعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أمانا بحد كبير وأكثر ازدهارا، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها بما في ذلك إسرائيل. نتابع التقرير. تطبيع مكانة إسرائيل داخل الشرق الأوسط له فوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية هائلة. بهذا صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة له مع قناة CNN الأمريكية. الوزير السعودي نفى علمه بصفقة تطبيع سعودية إسرائيلية وشيكة، مفندا بذلك تصريحات وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين بأن توقع أن 3 دول عربية من بينها السعودية مقبلة على اتفاقات تطبيع جديدة مع بلاده قريبا. الأمير بن فرحان أكد أن التطبيع ممكن في حالة واحدة، وهي قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية بالإجماع سنة 2002. تصريحات الوزير السعودي مؤخرا أو ما سبقها من تصريحات ومواقف رسمية لمسؤولين آخرين في المملكة ترسم حالة من الضبابية وعدم الوضوح في الموقف، حيث تبارك الرياض بطريقة غير مباشرة تطبيع دول خليجية شقيقة كالإمارات والبحرين، بل وتفتح أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي، كما أنها لم تسعى لا هي ولا دول عربية أخرى عديدة إلى إدانة التطبيع، في حين أنها جميعا وقعت على مبادرة السلام التي تتعهد بحفظ الحق الفلسطيني في الدولة والأرض والعودة. وبالمقابل يصرح مسؤولو المملكة وغيرهم من المسؤولين العرب ويؤكدون التزام بلدانهم بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي 80% من الأراضي الفلسطينية، ناسفا أي مبادرة عربية أو غير عربية للسلام، ويفرض على الفلسطينيين قوانين تمييزية وعنصرية جائرة. كل ذلك يثير تساؤلات عن جدوى التصريحات المباركة للتطبيع، هل هي تمهيد وتعبيد للطريق نحو الاعتراف بدولة الاحتلال باعتبارها مهمة ومفيدة للشرق الأوسط الجديد كما يراها بن فرحان؟ مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من نيويورك سيد ماجد كيالي الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية، كما أرحب بضيفي عبر سكايب من عمان سيد محمد العجلوني الكاتب والإعلامي الأردني. أرحب بكما ضيفي العزيزين. لو بدأت معك سيد ماجد كيالي، كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية السعودي وهل فيها جديد مثير؟ الجديد أو المثير إذا قلنا يعني تتضمن ذلك، فهو أن يصدر فعلا عن المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة العربية في مؤتمر القمة في 2002. منذ ذلك الوقت طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة تقوم على أساس التطبيع مقابل السلام، تطبيع كامل مقابل سلام كامل، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رمت هذه المبادرة عرض الحائط ولم تبالي بها على الإطلاق، بمعنى أنه إحنا أمام سابقة بهذا المجال. قبل أيضا المبادرة العربية في مؤتمر القمة العربية التي تجاهلتها إسرائيل، كنا أمام مؤتمرات القمة الشرق أوسطية بعد مؤتمر مدريد. في تلك الفترة في التسعينيات عقد 4 مؤتمرات قمة شرق أوسطية، مؤتمرات للتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقدت 4 مؤتمرات من نوعها في منذ العام 94 ل 97 في الرباط وفي عمان وفي الدوحة وفي القاهرة، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب محاولة إسرائيل التملص من الاستحقاقات المطلوبة منها، سيما
الانسحاب من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 67. وها نحن إذا السعودية تعيد مرة جديدة مثل هاي المبادرات، ولكن أيضا لم تلقى أي استجابة، فقط الاستجابة التي تريدها إسرائيل هو التطبيع معها، الاعتراف بروايتها، الاعتراف ليس فقط بوجودها كدولة وإنما الاعتراف بحقها في الوجود، الاعتراف بدورها في الهيمنة أو بمكانتها كمهيمنة على اقتصاديات الشرق الأوسط. هذا ما تريد الحقيقة إسرائيل من الدول العربية. طيب سيد محمد العجلوني، الحديث عن فوائد لهذا التطبيع وفوائد هائلة تحدث عنها الوزير السعودي، هل يعكس رغبة سعودية في التطبيع وبالتالي هناك تمهيدا بشكل أو بآخر لهذا التطبيع، ممكن نسميه التطبيع المتدرج لامتصاص الصدمة الداخلية أو الخارجية؟ زياد، تحياتي لك وللمستمعين الكرام. إسرائيل يا سيدي لا ترى في السعودية دولة جارة أو يعني تسعى للتطبيع معها كدولة يعني في خلافات بيناتهم وحابين يحلوه. الغرب وإسرائيل، إسرائيل والغرب من خلفها ينظرون إلى السعودية كصراف آلي بس، يعني هم بيحتاجوا ثروة السعودية لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي فقط. لكن تعقيبا على هذا الحديث يا سيدي، المبادرة العربية اللي طرحتها السعودية منذ أكثر من 20 سنة، إسرائيل رفضت فيها 100 بند، وبالتحديد 93 بند، 93 بند اعترض عليهم الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يا سيدي اللي السعودية تسعى للحصول على فائدة من التطبيع معه، يجب أن نعرفه للأمة وللشعب السعودي والشعوب العربية. أولا الكيان الصهيوني كيان قاتل ومجرم وكيان إرهابي، لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نطبع معه. وبالعودة إلى التاريخ يا سيدي، أرض فلسطين مش جغرافيا، يعني مش أرض وجغرافيا، فلسطين الدولة الوحيدة والأرض الوحيدة التي باركها الله في القرآن الكريم. نعم. ونحن نعلم أنه البلد الوحيد والأرض الوحيدة التي فتحها المسلمون وحضر لاستلامها خليفة المسلمين، يعني سيدنا عمر هو من فتح فلسطين واستلم القدس، ونص على العهد العمرية اللي كلنا نعرف شو هي العهد العمرية، والتي تنص على لا وجود لليهود في القدس. يعني هذا أول بند في نص العهد العمرية. الآن السعودية ومحمد بن سلمان للأسف يعني يرمي بأرض الحائط السنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء تقول لا وجود لليهود والكيان الغاصب في القدس المحتل. طيب سيد ماجد كيالي، إلى أي مدى هناك يمكن أن نقول أن هناك علاقة بين هذه التصريحات السعودية وبين محاولة سعودية لتقديم أوراق اعتماد ربما، أو حملة علاقات عامة مكثفة لإعادة تقديم منظومة الحكم في السعودية، وخاصة ولي العهد السعودي الذي يعني منيت صورته بتشويه كبير بعد الموقف الأمريكي وبعد اغتيال جمال خاشقجي في اسطنبول؟ الحكومة في السعودية أو النظام في السعودية أن يسعى إلى تعزيز مكانته، وأنه يعيد الاعتبار لأوضاعه أو لمكانته على الصعيد الدولي، على الصعيد الإقليمي إلى آخره. ولكن المؤسف في هذا الموضوع أن بعض الأنظمة العربية تذهب للاعتقاد بأن علاقتها مع إسرائيل هي البوابة التي يمكن أن تفتح أو أن تدخل من خلالها إلى مركز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كلام صحيح نسبيا، ولكن هذا الكلام أو هذا الاستنتاج أو هذا النوع من الوعي يقوم على أساس نوع من الدونية إزاء إسرائيل والدونية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية. للأسف إحنا اليوم مجرد عالم عربي حبر على ورق
ما في شيء اسمه نظام عربي بمعنى تتكامل الوحدات المشكلة له تتكامل مع بعضها تتعاضد مع بعضها. احنا امام نظام عربي يعني مشتبك مع بعضه، العلاقات البينية فيما بين اطرافه هي في أسوأ احوالها، وكل هذا الوضع يعني هشاشة النظام العربي، غياب وعي الأنظمة العربية لذاتها او لحقوقها او لأوضاعها هو اللي عم بدخلنا في هذه المداخيل المجانية والعبثية. لن تعطيك إسرائيل أي شيء. إسرائيل تريد مكانة متميزة، تريد الاعتراف بحقوق بحقها، يعني إنه حق تاريخي إلى أنه تكون دولة، يعني مع أنه دولة قائمة على الخرافة أو على أسطورة دينية، وتريد إسرائيل أن تعترف أنت بروايتها بتاريخ تلك المنطقة إلى آخره. هذا ما تريده إسرائيل من الأنظمة العربية، أما أكثر من هيك لا، هي تريد أيضا نوع من هيمنة على الاقتصادات العربية، أو يكون لها دور كبير في الهيمنة على الاقتصاد العربي إلى جانب أو كشريك للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر. للأسف إحنا في أمام شيء مجاني وعبثي وشيء مؤسف فعلا. طيب سيد محمد العجلوني، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك بالفعل بناء على هذا الكلام صفقة ما تكون بإعادة تأهيل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإعادة تقديمه كزعيم في السعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل؟ نعم، يعني أول شيء ما تسعى إليه السعودية الآن، وإحنا لما نقول السعودية هو يعني بالضبط نظام الحكم اللي هناك واللي بيزعمه محمد بن سلمان. محمد بن سلمان الآن يلبي رغبات الولايات المتحدة ويلبي رغبات الكيان الصهيوني، مستعد يقدم أي تضحيات أي شيء مقابل أنه يستلم حكم المملكة. يعني القناة 12 الإسرائيلية قبل شهرين بتقول لولا الضغط السعودي الذي استلمه وقاده محمد بن سلمان لما وصلنا إلى حالة التطبيع مع المغرب، وما وصلنا إلى الحال الموجودة بين إسرائيل وعمان، وما وصلنا إلى البحرين والإمارات. فمحمد بن سلمان يجد الحرج الآن وسابقا في إعلان حالة التطبيع بيناته، فقدم قرابين أخرى بدعم منه وبترجيع يعني بمشورته، وأجل التطبيع السعودي إلى الآخر لتكون هي يعني بمثابة الهدية الكبرى التي يحسن بها صور. كنا نتمنى من السعودية أن تخرج من المأزق اليمني، من مأزق خاشقجي، من مأزق الاعتقالات للدعاة ورجال الدين والشيوخ والنساء والمعتقلين. فيعني محمد بن سلمان بده يغطي على كل هذه المآسي التي عاشتها السعودية في السنتين الأخرانيات، يعني من ما استلم محمد بن سلمان، بتقديم أموال السعودية وثروة السعودية ومكانة السعودية على طبق من ذهب في التيار الصهيوني. نعم، أشكرك جزيلا سيد محمد العجلوني الكاتب والإعلامي الأردني، كنت معي عبر سكايب من عمان. كما أشكر السيد ماجد كيالي الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية، كان معي عبر سكايب من نيويورك.